ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي عامل الناس بخلق حسن، والخلق الحسن كثير، الصبر والرضا والكرم والشجاعة والحسن المعاملة واللطف مع الناس والابتسامة والصدق والأمانة، كثير جدا خلق الحسن. خالق الناس عامل الناس معاملة حسنة. وجاء عن ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن الخلق الحسن قال بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى الكرم، بذل الندى كريم، كن كريما. بذل الندى وكف الأذى، لا يلحق أحدا أذاك أبدا، لا يلحقهم أذاك، لا يصل أذاك إلى أحد، كف الأذى وطلاقة الوجه، أن تكون طلق الوجه مبتسما في وجوه الناس، طلق الوجه. وعلى كل حال الخلق الحسن باب عظيم جدا، لكن الشاهد من هذا أن الإنسان يخالق الناس بما يحب أن يخالقه به، وهو الخلق الحسن. نعم.